مرة جديدة من بيروت من برج أبو حيدر البصرة منشوف الكارثة اللي صارت، دمار كتير، بنايات، مجازر هون صار، عالم كتير مات وعالم كتير بعدها موجودة. منقول الحمد لله على السلامة للكل، ويا رب تكون، ويا رب تكون، يا رب تنذكر ما تنعاد. هيدي العالم اللي هون شو صار فيها بعد كل اللي صار، تدمير واشي عم بتروح، معالم بيروت عم بتروح، شو ذنبهم غير كانوا انه هن لبنانيه موجودين نايمين ببيوتهم؟ الناس قاعدة ببيوت مخبى، وقع عليها كل شيء وماتت. ما زنبها، ما زنبها أبدا غير إنه تكون لبنانية. يمكن الحجر بيتعمر بس الناس شو صار فيها؟ عيال بأكملها، شوفوا صورها راحوا تحت الأحفاد. الدمار بخوف، شي ببكي، شي ببكي الناس وين صارت، هي وبيوتها راحت. كم عائلة كانوا موجودين بهالبنايات هون وراحوا؟ الله يرحم الشهداء يا رب، ويشفي الجرحى يا رب.